بما ان احنا النهارده بنتكلم على التكريمات اللي كانت بحضور فخامه الرئيس وقارنته للمراه المصريه فبالتزامن مع الاحتفال بتاع النهارده وبتاع شهر مارس بالكامل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اصدر تقرير بيتضمن ايه؟ بيتضمن انفوجراف لطيف جدا تحت عنوان المراه المصريه تعيش عصرها الذهبي. في الجمهوريه الجديده وده في ضوء استكمال الدوله للجهود بتاعتها اللي بتقوم بيها في تعزيز المساواه وحقوق المراه قدام حضراتكم على الشاشه هتشوف الاتي عندك المراه في عام 2017 واتعمل اعتماد للاستراتيجيه الوطنيه لتمكين المراه المصريه 2030 وليها اربع محاور طيب تعال نشوف المستهدفات اللي محطوطه في نطاق هذه الاستراتيجيه على سبيل المثال زياده نسبه الاناث من الاجمالي المشاركات في الانتخابات طيب 2014 كانت النسبه قد ايه 44% مشاركه طب المستهدف ل 2030 باذن الله سبحانه وتعالى 50% مشاركه طيب تعال نشوف نسبه المراه في البرلمان في البرلمان الحالي نسبه تمثيل المراه 27% المستهدف في عشرين تلاتين هتيجي انت تقولي يا عم يوسف البرلمان ستة وعشرين هقولك ايوة احنا بنتكلم هنا على انه الاستراتيجية بتتكلم على تمكين المرأة في عشرين تلاتين حاول تفهمني يعني وارد جدا إن انتخابات عشرين ستة وعشرين تؤدي الى النسبة اللي هقولها لك خمسة في المية نروح احنا بقى طيب زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في 2021 مشاركة المرأة يا سادة الكرام في قوة العمل 15% المستهدف لسنة 30 35% طيب نسبة الأمية ودي حاجة صعبة أوي في 2020 نسبة الأمية لدى سيدات مصر الفضليات وفتيات مصر الرائعات 22.6 نسبة أمية طيب دي بقى اللي احنا عايزين نخفضها بقى مش هنعلي، فهنخفضها توصل باذن الله سبحانه وتعالى في 20 30 ل 12%. تعال ناخد اللي بعدها. الحقوق السياسيه للمراه. اقدر اقول لك انه لاول مره من ستة 76 سنه تم تعيين 98 قاضيه بمجلس الدوله، ده كان سنه واحد 21. عندنا 27% من اجمالي الدبلوماسيين او اجمالي الحركه الدبلوماسيه المصريه سيدات عندنا 15 سيده مصريه بتشغل منصب رئيس بعثه خارجيه بالسفارات والقنصليات طيب تعال نشوف في تمثيل المراه في مجلس النواب في 2012 وكان مجلسا قاتما الحقيقة كانوا تسع مقاعد طبعا ده أيام ما كان صورة المرأة في الانتخابات تبقى واردة عشرين ستاشر بقى تسعة مقعد يعني كانت نسبة التمثيل تقريبا خمستاشر في المية عشرين اتنين وعشرين اللي احنا فيه مية خمسة وستين مقعد بنسبة تمثيل زي ما كنت بقول سبعة وعشرين في المية طيب تعال نشوف في السلك القضائي سنة عشرين <applause> أربعتاشر كان عندنا ألفين مية وتلاتين قاضية مصرية بشكل عام في العمل القضائي المصري أما في اتنين وعشرين زاد العدد لتلات تلاف مية وخمستاشر ماشي كده؟ أوكي تعال نشوف مجلس الشيوخ قلت لك مجلس النواب هو في 27% تعال على مجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ 2012 لما كانت برضو صوره المراه ورده كان 12 مقعد نسبه التمثيل خمسه وسبعه من عشر اتنين وعشرين بقوا واحد واربعين مقعد بنسبه تمثيل تلتاشر وسبعه من عشر حلو اوي تعالى نشوف قاضيات المحاكم المصريات واحد واربعين قضيه في الفين واربعتاشر سته وستين قاضيه في عشرين اتنين وعشرين تعالى نشوف بقى في هيئه النيابه الاداريه ثلاث سيدات تم تعيينهم بمنصب رئيس هيئة في هيئة النيابة الإدارية من سنة 2014 طيب تعالى نشوف مستشارات هيئة قضايا الدولة وتحديدا نائبات رئيس الهيئة نائبات رئيس لهيئة قضايا الدولة ستة 36 مستشارة طيب في هيئة قضايا الدولة بقى العضوات قد إيه 769 عضوة. تعالى ننتقل للي بعده. معدل البطالة بقى، معدل البطالة في الإناث سنة 2014 كان 24%. 2021 بقينا 16% أي انخفاض ملحوظ بمعدل 8% انخفاض. نسبة السيدات العاملات في القطاع الحكومي والعام. النسبه كانت 38.6 سنه 14 طب سنه 21 يا عم يوسف 44.2 ماشي تعال نشوف بقى برامج متعلقه بالتمكين الاقتصادي برامج الادخار والاقراض الرقمي الاخر 61000 لا 161000 مستفيده من برنامج الادخار والاقراض الرقمي في 13 محافظه ده من ضمن المشروع القومي لتنميه الاسره سنه 2021 طيب تعالى نروح بقى للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر عندنا 698 الف و400 مشروع اجمالي المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر التي وجهت للمراه من جهاز حمايه المشروعات. طيب. تعال نشوف انه في 62700 سيده استفادوا او استفدنا من المشروع القومي للتنميه المجتمعيه والبشريه والمحليه من مشروع اسمه مشروعك او مشروعك. تعال نروح نشوف 16100 سيده استفدنا من مشروعات صندوق التنمية المحلية تعالى نبص على أنه نسبة زيادة أو نصيب المرأة وصلت قد إيه من إجمالي هذه المشروعات 64.8% من عشرة في المية قول يا سيدي 65 65% ده من يوليو نسبه الزياده من يو من يوليو من يونيو انا اسف 2014 لحد يوليو لحد يناير 2000 اتنين وعشرين اربعة وستين خمسة وستين في نسبة الزيادة طب القروض اكتر من عشرين الف قرد تم تمويله بقيمة تخطط قد ايه 355 خمسة وخمسين مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة حتى الان 291 ألف قرض يا سادة يا كرام بقيمة 14 مليار جنيه للمرأة لتمكن اقتصاديا من بنك ناصر ده من سنة 2014 لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم عليها طيب في مشاريع مصر عندنا 45% زيادة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات بتكلفة إجمالية وصلت ل 11 مليار جنيه طب وفرت كم فرصة عمل؟ وفرت 838 ألف فرصة عمل خلال السبع سنوات أنا عايز أتوقف عند الأرقام دي تحديداً واللي متعلقة جداً بالتمكين الاقتصادي يمكن أنا شويتين أه أنتصر لفكرة التمكين الاقتصادي وأعتبرها إنها حاجة أكبر وأهم من وجهة نظرنا أنا المتواضعة من التمكين السياسي أه ليه؟ السيدات او المرأة المصرية طالما ظلمت والله بتكلم جد طالما ظلمت وعدم تمكينها اقتصاديا هو اللي خلى عندنا حاجة اسمها الغارمات وظن البعض من اشباه الرجال ان هما لما يتركوا زوجاتهم وفي رقبة الزوجات كوم لحم يبقى كسرها. وفي ستات كتير كانوا بيتحملوا الامرين علشان خاطر مساله ان هم غير ممكنات اقتصاديا، وعلشان خاطر مساله انه هذا الرجل مهما عمل الامر الله من قبل ومن بعد، انا عايزه اربي العيال بدل ما يتشردوا. فكان التمكين الاقتصادي ده هو اهم حاجه بيني وبينكم بتحصل لاجل هذه المراه. المصرية العظيمة حجم التمكين الاقتصادي اللي بيحصل وتوفير فرص العمل للسيدات وإعطائهم القدرة المالية المادية إن هم يبقوا واقفين على رجليهم في خليهم ستات أقوى ويربوا عيال أقوى بكتير كان في جملة شديدة البواخة والسخافة تتقال على الرجالة زمان لما يكون يتيم الأب او الام طلقت او هجرت او اترملت يعني فاصبح الابن يتيم فيتقال ده تربيه ست انا كان دايما راي دوات بيطلع اجدع من الف راجل تاني لانها كانت هذه السيده هي الاب والام كانت هي الحزم والحنيه وشاف منها تحمل المسؤوليه فتعلم إزاي يبقى مسؤول النهاردة محدش يقدر يقول على راجل تسخيفا ولا تسفيها أنه تربية ست أعتقد أنه النهاردة يبقى ده شرف لهذا الرجل وشرف لهذه السيدة خليني أروح للحقوق الاجتماعية بقى للمرأة ودي كانت موضوع مهم جدا تعالوا نبص على قطاع التعليم وقطاع الصحة في قطاع التعليم يا سادة يا كرام ايوه وكنت لسه اقول لكم استاذ الزملاء يعرضوها لنا ارتفاع نسبه الاناث المقيدات بالتعليم العالي 14 15 كنا 74 وسب... 47 و 47 و... و... و 7 من 10 20 21 بقينا 48 و 6 من 10 انا اقول انه انا عايز زياده في ده كتير قوي طيب وده من ضمن المستهدفات بالمناسبة وانخفاض معدلات الأمية وما إلى ذلك انخفاض نسبة التسرب والتعليم بقى يعني انخفاض نسبة التسرب من التعليم لدى سيداتنا الفضليات كان عندنا النسبة دي في 14 154 فاصل في دلوقتي بقت فاصل 2 في يعني الفرق 50 في المية تقريبا تعال نشوف في الصحة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية. عندنا 23.2 مليون سيدة تم يعني 23 مليون سيدة تم فحصهم لحد يوم 8 مارس الجاري 2022. طيب، كم وحدة صحية لفحص سيداتنا المصريات 3538 وحده صحيه و114 مستشفى على مستوى الجمهوريه فاللي قال هو اخبار القطاع الصحي ايه؟ قول له بخير طول ما ستات مصر بخير. برنامج تنظيم الاسره واثنين كفايه. خلوها واحد يا جماعه ماشي بس هو البرنامج اسمه كده. طيب عندنا 8 مليون زياره طرق الابواب القطاع الصحي هو اللي بيطرق الباب هو اللي بيروح لحد البيوت من خلال 1234 مثقفه مجتمعيه للتوعيه الاسريه باهميه تنظيم الاسره من سنه 2014 لحد دلوقتي. واحد ونص مليون ست تم تحويلهم لعيادات اتنين كفايه من سنه 2014 لحد دلوقتي. برنامج الألف يوم الأولى أو ما نطلق عليه أحياناً الألف يوم الذهبية في حياة الأطفال عندنا 41 ألف أسرة شهرياً تم استهدافها من قبل البرنامج وتقديم الدعم النقدي للسيدات الحوامل عشان يجي يقول لك هو أنتوا بتقولوا لنا الاقتصاد بخير إحنا بنقول لكم الاقتصاد وحش فاللي يجي يقول لك الاقتصاد وحش قول له امال الدعم النقدي اللي بيصرف للسيدات المصريات من خلال ال وأربعين الف اسره ده يبقى اسمه ايه؟ هو في دوله اقتصادها وحش بتعمل كده؟ في دوله نظامها السياسي وادارتها السياسيه لو مش مهتمه بشعبها تعمل كده؟ ده سؤال بس سؤال دولة اقتصادها وحش تقدم دعم نقدي للسيدات في إطار 41 ألف أسرة دولة قيادتها السياسية لا تهتم تعمل برنامج بهذا الحجم تهتم بالأسرة بهذا الشكل طب قول لي أنت إزاي يعني يا أخي وإنت بتتفرج على الفيديوهات بتاعة الإخوان اللي أنت ما تعرفش إن هم إخوان وأنا مصدقك انك هتيجي تقول لي يا يوسف هو كل الناس دي اخوان اقول لك يعني طب انت قول لي مين اللي ضد مصلحه البلد دي انت طبعا لا اللي ضد مصلحه البلد دي اولا لانه فاشل واولا لانه خائن واولا لانه قليل الدين هم الاخوان بل هم عديم التدين تدين ظاهري عاده وليست عباده اه هم ضدك وضد البلد دي ولا يتمنوا ليها الا كل سوء فبامر ربنا سبحانه وتعالى وبحكمتنا جميعا وبحصافتنا جميعا وباصرارنا وبايماننا جميعا احنا معديين معديين في ثمان سنين عدينا عشرات الازمات وهنعدي اي حاجه جايه. بس وانت بتتفرج ارجوك على يوسف او على رعاع الاخوان حكم عقلك ليس الا لهذا نتحدث بالحقيقه والرقم. التامين الصحي الشامل شمل مليون ومئة الف سيده استفادوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل يا سيدي الفاضل يا سيدتي الفاضلة منذ إطلاقها بنسبة قد إيه تسعة في المية من إجمالي المستفيدين يعني في الخمس محافظات اللي حصل فيهم التأمين الصحي الشامل خمس محافظات أيا كان تعدادهم قد إيه خمسين في المية من تعداد الخمس محافظات استفادوا من التأمين الصحي الشامل تحديداً الستات مليون و ألف المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين مليون تلتمية وستين ألف سيدة تم فحصهم منذ إطلاق المبادرة في عشرين عشرين في مارس تحديدا عشرين عشرين حتى هذه اللحظة طيب السيدات المعيلات اللي بيربوا العيال واللي ممكن تبقى بتربي عيالها واخواتها في نفس الوقت بالمناسبة ودي بتحصل كتير 2 مليار جنيه سنويا لدعم المرأة السيدة الفاضلة التي تعول الأسرة قال لك بس اقتصاد مصر حش اقتصاد مصر ضعيف مصر مش واخدة بالها من الغلابة أمال مين اللي واخد باله من الغلابة الإخوان 2 مليار جنيه كل سنة لدعم ستات مصر اللي بيعولوا أسرهم وتقولي أصل مصر مش واخدة بالها من الغلابة ماشي يا عم 2 مليار جنيه سنويا لدعم ذوات الهمم السيدات ذوات الهمم 281 ألف سيدة من ذوات الهمم استفادوا من برنامج الدعم النقدي كرامة بتكلفة شهرية قد إيه بقى 126 ونص مليون جنيه شهريا طيب 126 ألف سيدة من ذوات الهمم استفدنا من مختلف الخدمات التعليم التدريب التأهيل من سنة 2014 لحد دلوقتي تعال أقول لك بقى حماية المرأة من العنف وللأسف كان ما أكثره 31 ونص مليون سيدة استفادوا من منظومة التموين تحديدا من منظومة التموين الأول هرجع لك على حماية المرأة أنا آسف 31 مليون و400 الف سيده استفادوا من منظومه التموين، النسبه قد ايه؟ 50% من اجمالي المستفيدين. 35 مليون سيده و300 الف استفدنا من منظومه الخبز بنسبه تقريبا برضه ال 50%. حمايه حمايه المراه من العنف احنا في يناير 2021 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقر عقوبه او عقوبه رادعه حيال جرائم ختان الإناث في 2015 تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدد من الوزارات 18 ألف سيدة 18 ألف سيدة من خدمات مراكز استفدنا من خدمات مراكز استضافة وتوجيه المرأة من خلال تقديم خدمات التوعية للمرأة شوف انا هقول لك حاجه أه يعني انا عندي فعلا كام ورقه بص انا عندي عشر ورقات قلت منهم واحد اتنين تلاته اربعه فاضل لي سته انا مش عارف لو قعدت اكمل معاكو ولا فاضل لي خمسه كمان او خلصت الخمسه لو كملت معاكو يا ترى البرنامج هيخلص ولا لا لكن كل اللي اقدر اقوله لك انه لم يترك امرا الا واشتغلت عليه الدوله من 2014 حتى هذه اللحظه لاجل سيدة مصر. سواء اذا كان التمكين المهني في كل القطاعات وصولا للقطاع القضائي المصري. التمكين المادي والاقتصادي للمرأه. الدعم النقدي المباشر للمرأه. الدعم الاجتماعي. الحمايه القانونيه من العنف الى اخره.